وجماعة السلام عليكم. الأولى نطفو لي بورطاب تاعي. طفي البورطاب تاعي. ماهيش هادي حاجة جديدة، لأن كل فرق لو نيفو عندهم حصص نظريه وتطبيقيه. هذه حصه تاع سيونس تيوري داخله في التحكيم. حنا كمدربين، نتوما كلاعبه، ومو واحد يعرف الحق تاعو، يعرف القانون تاعو. استادير دي فون يكون كاين ماتش، اللاعب يفرق بين امباراليتي انديريكت وديريكت. مع خرجت لا فيفا، خرجت قوانين جدد، اخر شيء خرجت جدد. ديك حنا كمدربين وانتم كلاعبه تكونوا مطالعين على الصوالح. اللي كنا نعرفوا باريزون لي دو جوار اكشو، الكارديان مين يلعب معاهم، مين يبغي يلعب، مين يكتب بيدي وتخرج لابا، اللاعب يخرج اون دور دو لا سيرفاس. دروك على حساب القانون الجوار اكشو ينجم يلعب داخل في لا سيرفاس. كاين صوالح بعض الامور اللي تغيرت. ماذا بينا حنا ما دامنا رانا في هذا التربص، ماهوش تربص غير كيما يقول لك اون سونتران الصباح وحشيه، لا نخدموا باش نوجدوا روحنا. ما من لاعب يتقف يكون يعرف، ماشي غير يدخل يلبس يكون يدخل يلعب، هو يعرف هاد الصوالح. مام دي فوا اللاعب بالحيله تاعو ينجم يصنع بزاف صوالح في التيران، بالمي يكون يعرف القوانين اللعبه. ونقدم لكم من الاولى الشيخ دربان علي، راه رئيس تاع الحكام في سعيده، اي او ميم طون سي تان مومبر في لا ليغ ناسيونال تاع ليزاي. يعني هذا شرف لينا حنايا من ان ولد البلاد تاعنا تاع تيغنيف راه مسؤول في التحكيم، حتى الحكام اللي تاع تيغنيف اللي حنا كنا نشوفوا ان تريو ولا دو تريو. الحمد لله يعني الجهه تاع الغرب اللي ما كناش نشوفوا الحكام تاعنا، وسبيل على ذلك شفنا الحاكم تاعنا تاع وهران اللي دار كوب دافريك. حنا هذه ثاني شنا لينا، نفرحوا بهم ونفرحوا كاع الحكام تاعنا اللي يظهروا ويبرجوا في على الكره على الساحه الرياضيه. نقدم لكم الشيخ، والشيخ تفضل. مرحبا بكم الشيخ. السلام عليكم. بون كما تفضل الشيخ، فهم قوانين اللعبه كاين 17 قانون، 17 المادة اللي تكون منها تاع التحكيم. كل عام كاين خبراء يشوفوا في التلفزيون دي ماتش ويشوفوا حوايج ودائما يبغوا يطوروا، كيما نروحوا تاع الطليان تاع الديناصور كي داروا الحساب صابوا يودر في بالي 30 دقيقة في الماتش ولا ما على بالي. جبدوا قانون هذه تاع الكارديان ما ينجمش يقبض البالون بين يديه بلوس دو 6 سكوند. كل عام راه يجبدوا تاع السيبات الى اخره. اذا حنا هذه الفتره 2019 2020 دخلوا تعديلات جديده فيما يخص لي سيمات، فيما يخص لا بالاتير لو غاريان بيت بيغاتي شونجمون لي كارتون جون اي روج اونفير لي اوفيسيال اكسيتيرا. حنا غادي نشوفوا ماده بماده، هذو هما المواد اللي وقعوا فيهم التغييرات ولا التعديلات. كاين اللي يكون تغيير وكاين اللي يكون معدلينه. هاو شوفو هادو هما المواد لي حتى إذا كانو بينا نهدو المواد باش تكون هذا غير معلومة عليكم. قلنا المادة الأولى هي التيران، المادة الثانية الكرة، الثالثة اللعابة، الرابعة ليكيبمون، بعد الخامسة لابيت، السادسة لي زاسيستون، السابعة ديوري دي ماتش، الثامنة بار كودونفوا، التاسعة بارون أون جو أو دي جو، العاشرة ليسيو دي ماتش، بكري كانو يسموها بيت ماركي. دونك راه فيها لي سيدي ما تقدرش دخلوا لي ماتش دو كوب اكسيتيرا في لي برولونغاسيون. 11 سي لو جو، 12 سي لي فوت ان كوريكسيون، 13 لي كوفرون، 14 بيناتي، 15 لا توش، 16 كو دو في دو بيت، 17 التالية هي الكورنر. بون حنا في المواد اللي وقع فيها التغيير وهو المادة الثالثة اللي خاصة بلي جوار. دونك نشوفوها واش هو التعديل اللي داروه. فيما يخص لي جوار
Donc le joueur à être remplacé doit quitter le terrain par le point le plus proche de l'endroit où il se trouve. يعني اللاعب المستبدل اللي بغينا نبدلوه اللي يطلع يخرج من البلاصه اللي تكون قريبه ماهوش هو راه جاي عندك لاطوش منا ويبغاو يخرجوه يخلي ليك البلاصه قريبه ويخرج قاعها علاه هنا تفادي اللي تضيع الوقت باه الامور الناس اللي تكون رابحه هما اللي يديروا الامور دي فوا ما يبغيش يخرج اللي كيف اللي تكون خاطر يجي اللاعب يزلقه تولي فيها كارطونا والامور هما pour éviter هاد الصوالح بار بلوطون وهاد المشاكل قال لك يبغي يخرج من اقرب نقطه كاينه حاجه يراعوا الظروف تاع اللاعب ثاني سلامه اللاعب يبغي يخرج من مكان امن اذا كان البلاصه اللي كان قريب لها فيها لي سيبورتير تاع ليكيب ادفيرس ربما يخرج من تما ما يسود ولا لا قادر الحكم يخدم مخه ما يخليش في ديك البلاصه يخليها في بلاصه اللي يكون اون سيكوريتي لوندرو لو بلو بروش اي لوتوريز ا سورتي رابيدمون اي ايميدياتمون او ليو دو لا l'immédiat et à tout endroit par exemple pour raison de sécurité هذه اللي كنا نقولوا لها تاع الامن مفهوم هذه نتوما كاع لعابه لو كان ما ديرش هذه عندك بطاقه صفر كون يقول لك خرج من وانت تخش المخك وتقول له لا نخرج من غادي تعطي تدي انذار كما نقولوا هنا الانذار غراتويت مباشر ها هي لا فيديو تبين ها هنا لو 6 غادي يخرج مع الويت شتا ما يخرج هذا كورنر صح كون تكون لا غالوري تاع ليكيب فيزيتاز وتكون مقابله فيها مشحونه وكاع ما قادرش الحكم يخرجش منها يخرجها في البلاصه اللي منها اللي يكون مثلا لي سيبورتير تاع ليكيب تاع ذاك اللاعب هنا لو 15 غادي يدخل لو 7 غادي يخرج هذه مفهومة وهو المادة الأخرى اللي تعني الحاكم فيما يخص الحاكم يقول les officiels d'équipe se comportent de manière non appropriée peuvent se voir montrer le carton jaune ou هنا يتكلم على المسؤولين تاع الفريق شان يعني بالمسؤولين المسؤولين تاع الفريق هما اللي نكتبوهم في لافي دوماج كاين اللعابة والتحت يجوا المسؤولين لي زوفيسيال دو ليغ اللي هو المدرب مدرب المساعد الطبيب المسعف والكاتب تاع الفريق هادو هما لي زوفيسيال دو ليغ اللي راهم مكتوبين في الورقه وقت ما ضا مدرب ولا طبيب ولا سكرتير ولا يدير حاجه يحتج على قرار الحاكم ولا يدير حاجه اللي تستاهل بطاقه صفراء ولا حمراء ما يخرجلاش بطاقه يجي يقول له انت خرج ولا لا ولا يجي يدير لها حراقه قال وقعت في بلاصه ما تعاودش تعاودها غادي تخرج يعاودها يقول لها دروك لا دروك لاربيت يستعمل البطاقه الصفراء والحمراء لهذا المسؤولين ربما الكاتب تاع الفريق ينوض يحتج يعطيه الصفراء يدير حاجه اللي تستحق الطرد يخرج له البطاقه الحمراء
كاين نقطة واحدة أخرى. إذا كان واحد شاف في جنب كيسجلهم باغ إكزومبل كيعطي اللاعب عند الله ليسون هما هادو المسيرين عنده فلوس يدير يكتب قال له سكريتير هو عنده حنا عندنا يدير اس جي ميدسان اونترينا في حالة ما في لا مان كورون لا مان كورون واحد يدير ربما يسب الحكم يتسوه بحاجة ماشي مليحة تجاه الحكم الحكم يعرف باللي هذاك السيد راه في البنك صح ما يعرفش شكون هو شكون هو اللي يدير البطاقة الحمراء المدرب الرئيسي لونترينير برينسيبال في حالة ما إذا كان الحكم ينا با ايدونتيفي السيد هذاك يروح ديريكتومون لونترينير برينسيبال يخرج لها الحمراء دونك هنا علاه نظر يولي دور المدرب اتجاه لا ميكورون تاعه قال ما تعاودو كاش اللي يهضر مع لابيت ما كاش اللي يدير ولا لا باسكو الامور غادي تنعكس على المدرب هاي هنا قال لك سي لو فوتيف نو بو اف ايدونتيفي سي لونترينر برينسيبال بريزون دون لا سيرفاس تكنيك كي ريسيفرا لو كار Si un pénalty est accordé et c'est le tireur qui est victime de la faute, ce dernier pourra rester sur le terrain pour se faire soigner. Ah non, la haine, c'est blessé. T'as comme un hacker dans le jazz. Ah la haine, t'as comme tu blessé. Hadak la haine de blessé, هو اللي المدرب بغى يقول له تيري بينالتي. يقعد ثم داخل يسواني. حتى اللي يسواني باش يروح يتير بينالتي. بكري الله يقول له خرج ربما المدرب يغير لعاب صح دروك يخلوه يسواني ذمة إذا كان هو اللي راه المدرب تاكل عليه باش يدير البينالتي يقعد يسواني اون فوا يكملوا له السواني تاعه يروح ينفذ ضربة الجزاء نتاعه مفهوم هذا كوميدي احنا نبدا رأيي انا نقول هذه أخو خالد يدير وحده يدير فيها كارطون يعاود يخرج ولا يعاود يخرج الكارطون فيه يدير كارطون لا تستسلم طابلو يقعد يسواني تما ما يخرجش يسواني تما حتى اللي يديرو راه لا ريبريز يقعد تما يعني علاه باسكو هو دوك راه مضروب ودي تقول له خرج برا تسواني شحال يقعد الفريق تاعه 10 ربما هذاك الفريق اللي دار غلط يمارشي يموت في ديك اللقطه ولا لا هنا تما دينا حق الفريق اذا الشريع قال بلي هذاك اللاعب فيكتيم دو لافور الى كان الخصم الى دا كارطونه صفراء ولا حمراء يقعد يسواني داخل الى ذاك اللاعب اللي ما دا لا كارطونه لا صفراء لا حمراء يخرج يسواني برا ويعاود يدخل يدخلها على الارض مفهوم هنا ان دي زوفيسير واحد من لي زوفيسير احتج ها هو راح له لاربيت راه يدير له رافا لا لور شفتوها والله دوزيام فيديو واحد من لي زوفيا لا طاح كارطون جون بكري كان يقول له
ريح في بلاصتك الى دا حمراء يقول لك هنا لو كاتريام اربيت راه علم الاربيت برينسيبال واحد من دوك لي زوفيسيال شوش تتفوه بكد ما مشي مليحه ها كارطون روج مدرب Dans la barre à terre est donnée au gardien de but de l'équipe en défense dans sa surface de réparation. Si au moment où le jeu a été arrêté, le ballon se trouve dans la surface de réparation, la dernière prise de balle a eu lieu dans la surface de réparation. Là, Bakri, qui te donne le hakem, tu as le choix de faire. وكنت في الصفات دي ريباراسيون يعني داخل الجزوينة وضربتني الكرة يوقف اللعب وندير الاستئناف بالاتير بالاتير هنا لما نديرها نعطيها مباشرة للحارس لعبة هذوك ما يقعدوش مقربين دابا نشوفو القانون يقعدو أكات متر 4 متر على البلاصة اللي غادي ندير فيها لا بالاتير إذا هنا قلت إذا كان أنا كحكم كنت في وسط الكارة وضربتني كرة نوقف ونستأنف بكرة ساقطة يعني بال أتير ها نعطيها مباشرة للحارس dans tous les autres cas l'arbitre donne la balle à un joueur de l'équipe qui a touché le ballon pour la dernière fois الحالة الثانية رانا نلعبو ضربتني أنا كرة ندير بال أتير بصح بال أتير لمن نديرها للاعب اللي توشا هو الاخير اللي ضرب لابا بخدم مثلا شوتا راهي ما كيفوت ولا ما على باليش خارج الكاريه هنا خارج مصيفه ديال الحفاراس ضربتني لابا لا تم الباش واحد اخر بطلوا هذيك تاع الغاز زوج يدوها لا نعطيها لهذا اللي ضرب هو اللي شوتها الثاني وهذوك اللعابه الاخرين اللي كيقعدوا ان ديستونس دو 4 مان اللي بعدو باش ندير لهذاك لا بالاتير تاعها بطلوا هذيك تاع ديرها وردها له وداك يقيسها برا الشيخ في هذه الحاله كيما قلت الزوجه وين توشي لا بيت اونور دو لا سيرفاس اذا كانت نقولوا في لا سيرفاس 18 متر نقولوا واحد 22 متر ولا تسمى مني بعد لي جوار استادي دخلوا من لا سيرفاس مين يدير 4 متر تاعو واش دخل نورمال اللي 4 متر لباس لاتيرال ميم على ديكوتي الراول القدام المهم تكون لا ديستونس بعيده ب 4 متر باش خاطرش باه ما ندوش الحق تاع داك اللاعب لو بالون ديني فايتي توشي بار ان جوار ان لاجو اكسير و ان اربيت صادير هنا حنا لا بالا تاع مي تدير هضروا قلنا تضرب بالحكم ولا ان لاجو اكسير اللي هو الجسم الخارجي لي ربما ان سيبورتير يدخل تضربه الروبرول دائما بالاتير ربما ان دوزيام بالون يدخل يعتبر جسم خارجي نعاودو نستعملو كرة ساقطة تو لي جوار دوا سو تروفي ا موان ها راهي 4 متر دو بالون جيسكا سو كو سولوي سي سوا كل اللاعبين يكونوا بعاد 4 متر على البلاصة اللي باغي يدير فيها لا بالاتير ولا بالاتير وين تكون ملعوبة باش تكون المعلومة ليكم حتى من تمس الأرض دي معلومة خارج زون عندك كاري طاحت لك بالاتا درت لك لا بالاتا كي مست الأرض ضربت أنت مباشرة سجلت الهدف بيت فالا ولا بشي فالا نون فالا بكري كانت فالا توشي الأرض ضروك توشي الأرض
ويلي قيتوشوها او موان زوج لعابه باش تولي ملعوبه. كون مباشره دير لابالاتي تضرب لها وتجي انت وتشوتيها ديريكتوم اوتوماتيك البوت في الجول تاع الخصم سيبان يلي كيما كيما تولي كيما كوفرو عندي الا يلعبوها زوج. هذا البالاتا كنت تشوتيها في الجول تاع الخصم مباشره انت نتسانفو سيمات وكل مباشره تبركيها في جولك نديرو لا ريبريز كورنر ضروري كي دير بالاتا يليق تباسيها ان اوتر جوار هذا كيبركي الله يسهل عليك بصح باه تمركيها انت مباشره من الكره ساقطه راح وحدك تاور فرق بين تمشي بها وتشوتيها مباشرة ياك نفس اللعب شير كنت ضربها وتشوتي دي فرونسي ولا تدخل نضربها تضربها ويضربها الكارديان ويلاشيها راهي مسديده في اللعب ها هو هنا شوفوا هنا ليكيب ناسيونال مع السينيغال ياك تاع الفار هنا غادي باش يلوكروني لو جو بالاتي باسكو حبس على بعد ضرب الجزاء دروك يجي بلا يستانف باش يستانف يحط هذه الارض هنا قال عدم من غادي يعطيها تبع مليح شوف ذاك اللاعب دوي تاع السينيغال ياك هذا غادي يقول لها روح بعد وباع هذا ليلي لا شوف شوف راه يقول لهم بعدو على 4 متر هذا كيعطيها المولي شوف حتى تبصلها عاد باش تولي ملعوبه هنا لا بالاتا ماشي شرطة يقولوا تضرب لاربيت ممكن دير بالاتا لاعب يكون بليسي والحكم يعرف بلي هذا اللاعب راه سيريوزمون بليسي ياك قادر يحبس ويروح يشوف اللاعب ويعاود يستانف كرة ساقطة ويعطيها للاعب اللي كان عندها في الاخير هنا المادة التاسعة البالون اون جو اي اور دو يعني كرة في اللعب وخارج اللعب هنا باه المعلومه الكره في اللعب يعني كي يكونوا يلعبوا هنا الكره راهي في اللعب واذا تكون خارج اللعب كي تكون خارج لي ليميت دو تيران ولا يكون الحكم محبسها لتنفيذ مخالفه ولا ضرب الجزاء هنا راهي ما تكونش في اللعب مفهومه اذا هنا الماده التاسعه يقول المشرع ان بالاتي اي اكوردي لوسكو لو بالون توش لاربيت او توت اوتر اربيت qui permet à une équipe d'entamer une attaque prometteuse entre directement dans le but ou est récupérée par l'autre adverse. Allez, il y a quel cora? Choutit. Ça peut être un peu. Ou rahat an sahi. On a le habit ça? Il y a un dit pas là. 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 Une fois trop an sahi, tu dois l'arbre, tu dois an sahi. Il باسكو ديجا صاحبي راه استفاد منها الان اذا خلي الكره تواصل هنا على ما حبسهاش كاينه ان كونتر اتاك مالغري ضربه الاربيت راه وري عنده ضربة شولي شوتها على الاخر نقول لكم هذا المعلومة هنا صالفا دير باللي الاربيت كيما حبسها عندها الحق فهمت
صاد بادي باللي هو عنده الحق. قادر هنا الاربيت غلط على شكون اللي ضربها جول. ديفونسور تاع ليبري باش راه عند صاحبه. ضربت الاربيت. راحت عند الابيض. ضرب هنا الاربيت غلط. هنا هنا غلط. نورمالمون إلا راحت عند صاحبه سي بون بصح راحت عند لادفيرسال لا هذه هي لا. هاي قارت. شوف. هاي. نورمالمون ريفيزي وريبروني با. بالاك شوف هنا هاي شوف نفس اللقطة شو من الوسرات وبيلا فاني صرات هنا ها وحبسها هنا على التريكلاس البيت هنا اللي هنا معظم السكرتير دو كلوب ما يعرفوش لي ريزيرف تكنيك تكون ميتك تقول عندي بس كوفرو ان ديريكت ضربها ديريكت دخلت هنا كي تدي ريزيرف تكنيك بالك راك تخسر الماتش الماتش يتعاود والحكم يدي 6 اشهر عقوبه على هنا على نقولوا بلي لي سوكريتير دو كلوب اللي يقروا القوانين شنو تاع كان بالعكس مازو صافي بلا ما توشي واحد تدخل بلا ما توشي واحد توشي غارديا ستامبي لا ما توشي غارديا ما توشيهاش ما توشيهاش نقولوا لي سوكريتير ديكيز يليق يقروا القوانين سورتو لي ريزيرف تكنيك شنو هذه؟ غير هي إذا كانت هذه الاحترازات مؤسسة مؤسسة الماتش يتعاود والاربيت يتسونكسيون في اون ديوري دو 6 موا 6 شهور في الشهر في الفيديو ولا حاجة في الفيديو ولا في الفيديو شنو هنا كيما حنا نقولوا كاع كنا حكام كنا لعابة وبعد ولينا حكام صح فون يكون ان كونترولر دونك لي ماتش راهم يرسلوا دي كونترولر دو تريفي اذا كانت شي شنو لا فيديو كي تكون لا فيديو الثاني سي ناكل ناكل على هذوك المستعملين لافار هذا لافار هارجا شوف برا كاري
داخل منطقة الجزاء كاين ماشي راني هنا هذا كاري ديزو تاعي لا لا اتاكم انا ديفونسور لا تاكم تاع الكيب ادفيرس كان هنا جا خارج غير حبه حبه البارون خرج روح راه عنده الجول تاع بانت لي انا في راسي واعطيته جيب الكره تحبس يجيبها ملهي خرج لها الحمراء ويستعلم بيناتي تما اي كاين 10 زادوا العام اللي فات واحد داع يقول لك شو يقول لك فيه تضرب ولا تحاول تضرب شو كلمه تحاول انا دابا كان يضرب وما يعطي هو انا يقول جي تحاول يقول لك فرابي و اسي دو فرابي فير طومبي و اسي دو فير طومبي بوسي تونير كراشا دفال تدفل تضربها بليدك كاين 11 خطا لو كان ديرها في وسط الكاري والكره تكون تتعب كاين ضرب الجزاء واذا كانت كنت خارج الكاري مخالفه مباشره مفهوم هذا طيب هنا بوفي بلاسمون دو لاربيتر هي جنب خدام خاصو يقول لك في ديك المنطقة تاع الصلات لاربيت يليق كيقول لك يديرها منطقة عبور يليق باش يشوف باسكو ثم في ديك البلاصة يكثر اللعب وري الطوبيك هذه الجماعة روح هنا هنا لا لوا دوز طاردي لا سونكسيون ديسيبلينير يعني هنا كل يكون اللاعب يلعب ويوقع عليه خطا بصح الفريق تاعه يستفاد كون يلا بسون دو بوت يعني هجمه واعده هذاك اللاعب اللي ضرب بالكري عنده الصفراء ولا الحمراء صح ما دام داك اللاعب اللي ضرب الفريق تاعه استفاد يخليه يلعب كي تكون ابار اور دي جو يرجع ويعطي لذاك اللاعب يا الصفرة اللي يداها ولا يعطيه الحمراء فوف اذا هنا يتبع مبدا الافضليه سي لا ريغ دو لافونتاج هاي لهنا نقولها بالفرونسي Lorsque l'arbitre a décidé d'avertir ou d'exclure un joueur, le jeu ne doit pas reprendre avant que la sanction a été infligée. À moins que... Ah, là, il y a quelqu'un qui a dit, je me vois, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, il y a À moins que l'équipe adverse joue rapidement le coup franc et se procure une occasion de but clair avant que l'arbitre ait commencé la procédure. Ah, là, وقعت خطا زمرت انا هذاك اللاعب يستحق بطاقه يا صفراء يا حمراء زمرت بصح مازال لو طون به نروح ندي نخرج الكرتونه انت لعبتها بالخفوره واحده خليك تلعب فوف خليك تلعب كي تكمل البلوطه تخرج ولا يتماركا الكوت ولا نعاود نولي ذاك اللاعب ونعطيه البطاقه تاع صفراء ولا حمراء مفهومه هذه ولا يعني مثلا كاين خطأ زمرت انا الخطأ مازال ما روحت خرج الكرتونة مازال ندب اللعب هذا في الخف لعب الكوفرون صعبة هو راح خليه يلعب لا ما نحرمش يعطيك رابي كي نعطيك رابي تخليه يلعب سجل ما سجلش كي تخرج الكرة نجي نعطي ذاك اللاعب اللي ارتكب الخطأ العقوبة التأديبية اللي يستحقها صفراء ولا حمراء La sanction sera infligée au prochain arrêt de jeu. Si la faute annule une occasion de but manifestée, le joueur est averti. شوف هنا تبع هذه اللقطة شوف باكي يروح للاعب يعطيه صفرة
خليها تلعب لا انا قلت لك يلعب رافيد خليه يلعب ومن بعد يرجع ويعطيه البطاقه. Dernier défenseur. Déjà quand j'ai le carton, je vais le La loi 12, généralement, faute de main. Ah, فولونتير ان فولونتير يزمر لك لارك داير هاك ضرباتك يزمر لك كيقولوا للفريق المدافع كيما كانت الوضعيه تاع لا بغاها في طريقه قانونيه وتضرب المهاجم توفرون ضدك بصح المدافع لا لا ماشي كيف il y a faute si un joueur de possession le bras ou la main lorsque la position du bras ou de la main a artificiellement augmenté la surface couverte par son bras. Il y a un peu de temps pour le temps. Le bras ou la main est au-dessus du niveau de l'épaule. De l'épaule. L'id ou le drap, il coule fouk et kétif. Il y a un autre. Qu'il ait délibérément joué le ballon et que ce dernier touche ensuite son bras ou sa main. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a كيكون الذراع ولا اليد فوق كتف تاع اللاعب فيه ضربة كيقولوا لبسة يد كاين بعض الخطرات ثاني بلا ما من بعد نشوفوا لي فيديو كاين لاعب يطيح يطيح تضرب ما يقول لك اللاعب إلى بري دو ريسك غامر بنفسه كاينه في ماتش بصح دي فوا اللاعب يطيح يليق له يرتكز على الذراع تاعه ولا لا ما يخليش روحه على وجهه ولا لا يليق لا ما دافوي بصح لا مو دافوي انا كي نبغي نطيح ماشي يطيح هاك اللي تكون هاك لا شيخ داخله في الذكاء تاع اللاعب تاع اللاعب جوستو احنا هاد الصوالح علاش ملاح نستافدوا منهم défenseur ou l'attaquant ou le milieu de terrain. Quand tu regardes le geste, des fois une provocation à un attaquant, c'est un échec défenseur. Voilà, tu vois, mal. Une provocation, défenseur, mais quand j'ai l'appui de terre. C'est-à-dire, maintenant, j'ai pas l'air qui était. Mais je me touche la balle guidée. C'est-à-dire, voilà. Je me mets une terre. La main d'appui de terre, tu es là. Non, mais tu sais, je vais te dire, il fait semblant. باهي لاقي البلوطه ورايح ربما لافيرسير ولا ما تحتاجش راح تدخلوا لي اذا هنا نفس الشيء كارتون بلاي ما يتوشي شي كارتون جون ولا كارتون روج لا شوف لا ما ماهوش غير يمس هاد اليد
كارتون جون ولا روج. كاين واحد الاعتبار يقول لك سي انيولي ان اوكازيون دو بيت، يعني تمنع فرصه هدف بليل. كاين كارتونه حمراء تمنع هجمه واعده ان اتاك بروميتر تدي الصفره تلعب بكره بليدك باش تجيب بها هدف تدي الصفره ماهوش راني في وسط التيران وضربت لي بالليل اش صفر راني حدا لاطي ضربتني وراحت لاطي ولا درت هكا ضربتها وراحت لاطي فكا الصفرة هنا ما منعت هجمه واعده ما منعت هدف هاك كاين يحسب غير اللي توشي في الليل كاين صفرة لا كاين واحد الاعتبارات اذا كان منعت هجمه واعده عندك الصفرة منعت تسجيل هدف عندك الحمراء منعت سجلت هدف بالليل تدي الصفرة شوف هنا شوف هنا اللي اذا كانت وضعيه طبيعيه ولا غير طبيعيه هاك شوف هذا اللي طاح شوف لو جا هاك ما طاحش شوف اليد في وضعيه غير طبيعيه شو بلا كاين حاجه قادر لاعب داخل الكاري تاعه يتعمد يدير بيناتي على روحه كايناش دي فوا انا ديفونسور نطلع خاطر اللاعب كي يطلع ما يطلعش يعاون بليدي ولا يطلع باش يكون عندها النافوي ونضربها براسي واش تضربني كاين بينالتي ما كاينش صاحبي حدايا تكون لا ديستونس قريبه يجي يضربها وتضربني ما كاينش ما ديجا لا ديستونس راهي قريبه علاش ما عنديش الوقت باش نوخر ريدي صح اذا كان من هي برا ومن ما راه الاخ صاحبي ويضربها وندير انا هاك اذا هنا انا عندي من هي لهنا عندي الوقت باش نهبط ليدي صح كنت كل مسافه قصيره وصاحبي يضربها وتضربني ما فيش لا ما ولا ما فيش ضربه جزاء شوف هنا شوف زاليد راهي فوق لي بول تاعها شوف دي كنا نهضروا لا مسافة راهي قصيرة ديجا هذاك علاه طلع شوف كي يطلع انت ما غاديش تطلع هاك طلع تعاون بليدي والمسافة تكون قريبة قريبة ما كانش لاما كون تكون المسافة بعيدة عندك الوقت باش تهبط ايدك شوف هنا شوف الابيض يضربها كاش ضربها هو طلع وضرب كي ضرب ضربت ايده ما كاش لا Thank you.
كاينه ما انا كنت بنا ماشي صاب صاب دو فادي كل ذا لاربي ما صفرش تقول عندها الحق لا هنا اللي قلناها تاع المهاجم شاف هنا قبيله قلنا كاين فوت دو مان دروك قال لك با دو فوت دو مان يعني ما فيش خطا تاع لوز لي ديريكتومون دو بوي سا تيت لو طرون او دو لاجون ديريكتومون دو بوي لا تيت لو طرون او لاجون دا نوت جو مان ديك قلت لكم قبيله راني باغي نلعبها ضربتني ما كاش صاحبي حدا يبغى يلعبها وانا قريب وتضربني ما فيش ضرب ما فيش لمسه ديال سي لو برا ولا ما اي بري دو كور et non n'augmente pas artificiellement la sélection. Dès qu'un drap arrive le disque de l'air, il va jouer. Ou ma capture du disque de l'air, mais fiche rata, ça l'aime cette idée. Lorsque le gardien de but dans sa propre surface de réparation tente clairement de dégager le ballon lors d'une passe délibérée ou d'une rentrée de touche d'un coéquipier et le dégagement est insectué, le gardien, dans ce cas, peut jouer le ballon de la main, le gardien ne reconnaît aucune infraction. حارس المرمى كيرد له الزميل تاع البارو سمع على قانون الفيد مباشرة بليدا كوبرا ان ديال لا لا ولا اون رونتري دو تي ديرها لصاحبي للغارديان ينجي يقبضها بليدا مباشرة كون يقبضها في ان ديال بصح في التعديل الجديد اذا كان صاحبي انا اون طونك غارديان رد لي كورة وبغيت نضربها لوبيتها نجم نعاون نقبضها بلي ولا دار لي اي توش بغيت نامورتي هنا كاغارديا بصدري ولا ونلعبها بخرائي ضربتها بصدري راحت نعاون نقبضها بلي وما كاش مخالفه كيما بغيت دير كونترول اوبليجي حتى في البابيل ولا هيش تمويه هذه يسموها التمويه لا سيمولاسيون الحيله انت دير لك صاحبك اون باس حنا جينا راه دائما اللي كاردي كيرد له صاحبه البالون يبغي يشوتيها ولا لا يضربها ادير بوان فيربيل ولا يعاود يروح يبلونتيها يقبضها القانون مسموح له نفس الشيء بلاطوش فان يبغي يضربها ولا يروح فيها يلقى يروح يقبضها بليز كون يدير شيخ موفاز كونترول تاع غادي تروح لي هاوش انا نقول موفاز كونترول شا داخل قلنا بلي يلوب فيها انا هنا غير تاع لونغاج تاع براس موفي كونترول يبغي كونتروليها تروح له غادي يقبض هذه فيما خص لا رونتري دو توش اللي يردوها للغارديا كاينه حاجه واحده اخرى اللي يبغوا يلعبوا فيها الحيله انا ديفونسور بالو راه عندي في الارض كون نقيسها للغارديان ممنوع به يقفها بليدا لا لا بصح انا نطلع الكرة براسي وردها للغارديان يقبلها كاين هنا فوق ولا ما كاين شكون هو اللي يدير لافيرتيسمون اللاعب اللي دار الحيلة لا لا ونديرو كوفرون انديريكت هنا هنا اللاعب هذا حايل على الحكم هنا ما كاش ما شوف شت كي طاحت
هنا لافار غادي تقولها كلشي، وحنا ما عندناش الفار هنا. طيب شوف اللاعب اللي ضرب وراه، شوف الاخر وراه باش ضربها. كاينه بيراتي ولا ما كاينش؟ ما كاينش. نشوفوا لافار اللي راه نيشان ولا حنا ماناش نيشان. صعيبة الأمور، نشوف شحال قعدوا غير باش يجيبوا لك بيناتي ولا ماشي بيناتي، حتى حنا عندنا مكان لا فار لا والو، يا زما يا ما زما. شوف البار ويتوموديه اللي يكونوا الفوق ولا اللي جوا كيريكلامو. لا هادو كاين هنا زون دو فيزيوناج راك تشوف فيها هادي. تسمى بان جوا راكم يريكلامو وما يعرفش البار نورمال. لا يهضروا معاه بالكيت هنا، يقول لها ستوب 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 ستوب، يقول لها روح. هما عندها لا زون فيزيوناج وحده ماشي معاهم، ها هي تشوفيها غادي ممنوع يدخل لها واحد، هو يقعد يشوف وما يديروا له ريبيتيسيون. ها شو شو قال له؟ قال له ضربها براسه وعاود ضربتها. ها شو قال له راسه ولا يده؟ هنا كوفرون لا لوا 16 كو دو بي دو بوت كو دو بي دو بوت. بون دانييرمون مو تفرجت الماتش تاع دي اس تي مع لعبت الماتش اللي مشيت تاع يانس كازا مش عارف الغارديان بي تاعكم مش عارف وين هو كان تحت بغا يلعب السيمان لازمون كانت كاع خاويه ديفونسور بغا يلعب داخل الكارديان قال له خرج خرج كاع الديفونسور ولعبها قام واضح سيمان ولا كوفرون ديريكت لا ديفونس ما يقهر بكري قال له حتى بغيت تكون ملعوبه حتى الكره تخرج من منطقه الجزاء دروك لا كي سيمان كي كوفرون لا ديفونس ليكيب ديفوندور يعني بهذا الهدف يجي وسط الكاري يليق المهاجمين يكونوا كاع خارج الكاري هذا الكارديان ولا اللاعب يلعبها مع صاحبه واذا تكون ملعوبه يقول اون فوا بوج اكليرمون بوجي يعني الكره تتحرك بوضوح علاه قبل ما كانتش هذه تتحرك بوضوح باك شتو كوب دوروب ولا باك شفتها كورنر واحد ليكيب جا اللاعب غير لكب فوق البالون غير دارها تجي الاخر وروح جا صاحبه داها ومركها وعلم في ذاك الوقت يقول لك غير تلمسها يقول لك توشي غير توشي صاير راهي ملعوبه من ذاك الضربه داروا تعديل قال لك الفوق كي دوبوج كلارمون يعني يتحرك بوضوح السيمات ما هو تحط لها لعبها غير شويه هكا كيلكو سنتيمتر ويجي صاحبه من الداخل يديها بها بصح ا كونديسيون كو لي زاتاكون يكونوا كاع خارج الكار هاي هنا بور لو كوفرون دو ليكيب ادفير دون لير بروب سي با دو ريباراسيون لو بالون كون جو اون فوا كيلا بوتي اي كليرمون بوجي Il n'est pas obligé de quitter la surface de réparation. Mais au champ, le courant radar monte et va te jeter. Mais il y a un peu Lorsqu'un coup de pied de but, le ballon est en jeu une fois qu'il a voté. Il y a un peu de Qu'il vous fasse un peu de chien. Et tu couvres en direct. Le filat de mon stade. Tu te fais un peu de chien. Tu te fais un peu de Ou là, tu le sais, mais tu ne sais pas. Qui sait, mais tu couvres en direct. Tu te fais un peu de carré. Tu te fais un peu بون هنا الحكام عاطيهم تعليمات يليق لي زاتاكون يكونوا خارج منطقة الجزاء لورسكيل يا ان مير اوفونسيف ديفونسيف دو موا تروا جوار لي زاتاكون تروي اساهم بون هنا تاع المير جدار بكري كان يدخلوا معاهم دو زاتاكون لا لا شوف انا نطرح سؤال
سيما واحد مثال انا غارديان لعبتها مع صاحبي وانت راك تفهم دخل اطاك ودي على المكان ولا اطاك ويكان كان بور خارج كان هدف اوكي من برا كان من برا كون كان داخل تعاود انا قلت لك باللي لي زاتاكون اللي يكونوا خارج منطقه الجزاء كون يكون انا تكون داخل منطقه الجزاء تلعبها مع صاحبك في يديها تتعاود صح اذا كان خارج وانت لعبتها وكنت ساهي راجل ودخل هو ودها في تلبي فالا بون فيما خص الحائط ولا الجدار الميور اللي يديروا عند الكار قبل كان يجي انا تاكون دو تاكون يدخلوا في المير ولا لا وتسمع واحد يضرب هاك واحد يلبس فيها واحد يلا هاك واحد المشاهد اذا المشرعين تاع التعديل هذو داروا تعديل اللي ما يكونش لعبه مع المير اللي تاكون كونوا أو موان على ميتر